من حيث الشكل، اجتماع عادي لتكتل لبنان القوي، إلا أن ما خرج به التكتل على لسان رئيسه وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، خصوصا بعد أن أعلن أننا تحملنا الكثير من الاتهامات غير الصحيحة وسكتنا كي لا نعرقل الوضع وحتى نخرج من حالة عدم وجود حكومة إلى حالة أخرى يبدأ فيها العمل. هلأ نتأمل نحن خير أن تكون الأمور شرفت على خواتيم سعيدة وصار فينا نحكي عن نحن موقفنا من الحكومة ومن رئيسها اللي هو بيرتكز على هدف واحد بس، في عنا معيار واحد هو التنفيذ والإنجاز والنجاح. إذا حدا هو رفض أنه يكون بموجب النسائية والتمثيل هو يختار من يكون عنه. نحن بدنا نتحمل بهي المرحلة كلنا المسؤولية. النجاح هو أهم من كراسي الحكومة، ونحن منا متمسكين بأي كرسي بالحكومة، متمسكين بمحاربة الفساد. مشاركة التكتل بالحكومة حضرت بقوة، مع تأكيد باسيل أن إذا خيرنا بين وجودنا في الحكومة ونجاحها فنحن نختار النجاح، ومستعدون أن نبادل الوجود في الحكومة بأي عامل نجاح لها، ليس هربا من المسؤولية بل لتحملها إلى حد التضحية بالذات سياسيا. مشان هيك تسمية الرئيس رئيس الحكومة والمشاركة مشاركتنا بالحكومة تاني شيء، وإعطاء الثقة تالت شيء، هو مرتبط بس بإمكانية تهديف هالهدف، تحقيق هذا الهدف يلي هو النجاح. وأنا ما بقدر أتصور أكيد ولا حدا من اللبنانيين أنه ممكن يكون في حكومة وعم تبقى على نفس السياسة المالية والنقبية يلي وصلتنا لهنا. أكيد أنه هذه الحكومة بدها توضع مثل ما بيقول القانون بالتعاون مع مصرف لبنان سياسة مالية ونقدية جديدة. إذا في حدا بيلاقي انه لا لازم نبقى بنفس السياسة بسيطة، ما في مشكل، نحن ما منكون بالحكومة من دون ما نعمل اي اشكالية. نحن ما منتصور مثلا انه حدا بيقبل بعد انه بالحكومة يكون في وزراء فاسدين مستلمين حقائب وزارية، واذا لا في حدا بيلاقي هذا الشيء ما في مشكل، نحن ما منكون بالحكومة. فاذا هالمرة وجودنا كتيار وكتكتل بالحكومة هو ثانوي بالنسبة لنجاح الحكومة بالاقتصاد وبالمال وبالفساد. ما في عنا شرط أهم من توفر شروط النجاح، ومعيار قبولنا بأي أمر أو مشاركتنا بالحكومة هي مرهونة بهيدا النجاح. منعرف تماماً أنه حكومة بدها تتألف على أساس نسائي طبعاً، ونحن ما بنقبل أبداً أنه ينمس بأي مكون. رئيس التكتل وحول شكل الحكومة أوضح أن موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية بالإضافة إلى أشخاص من الحراك.